عندنا هالسؤال. زين، هالسؤال للأمانة خذيتها من all learning، فخل نبتدي. write a method include in a class kw arraylist called set all that change all the element equal to the value to rp value. The method have two parameters value and rp value of type of e. The method always turn true. Then don't call any other method of the class kw arraylist in your method. تمام؟ فهاي سوالها call، وهني أي مكان في 15، أول خانة حق الرقم اللي نبغي شو اسمه نبغي نغيره، ثاني خانة حق الرقم اللي نبي نحط مكانه. زين، هاي نوعية هاي العنوان الاري، فخل نكتبه. أنا هني صج مكتوب بدون شو اسمه كول أني أذر ميثود، ولكن أنا أحب أراكم بالطريقتين شلون تنحل. إذا احتجتوا هالشيء في الحياة الواقعية يفي بالكم سريع إن شلون تسوونه بدون ما تكتبون هالكثر كود. زين، وبالضبط يكون نفس هالكود تقريبا، فمن كذي أنا بخليه public boolean set all خلّى بعد الاسم شوي بعد similar object عشان توضيح. خب return أنا حاليا default بخلي false، بعدين بنشوف. وقال always شو اسمه true، ولكن خلنا نشوف إذا في ممكن نشيك ان الست ما صار او شيء كذي، فنقدر نعدل. وهني خب بياخذ اثنين، بياخذ اي فاليو وبياخذ اي ار بي فاليو. زين، احنا نحتاج نسوي سيرش. فنكتب فور، زين، ونقول له انتجر بالضبط نفس اللي كتبناه هنا بالضبط، لان اي شيء يتعلق في هاي اول ريموف اول اي شيء بنحتاج هالفور البيسك. من كذي بسوي كوبي وبست هنا. تمام، هالك الكود البيسك. بعدين بنحتاج الاف نفسه، زين بنحتاج اف نفس طريقته هناك فوق، بنخلي اف. عاد شنو بنقارن؟ بنقارن نفس الشيء بالضبط، ولكن شنو اللي بتغير؟ من مكان نحط اوبجكت هنا بنحط value. زين، بعدين خلى بس عشان التوضيح هاي بيكون فور اي وهاي اف. الحين خب ما نحتاج نسوي شيفتنج، فشنو لاحظوا هالكودين هاي بتكون ثابتة تقريبا في هالانواع من الاسئلة. زين، الحين شنو نحتاج؟ نحتاج نسوي ست. فأول طريقة نقول الست الاندكس خب بيكون الاش، بعدين شنو بنعطيه؟ بنعطيه ال ار بي فاليو. تمام،
نقدر شو نسوي؟ نسوي نفس طريقة التشيك، نخلي هني بوليان تشيك فولس باي ديفولت، ونخلي في الاف يتحول الى ترو. زين، وهنا اخلي تشيك. زين، فبهالطريقه بيتحول الرقم عادي. خلينا نشيك بالكومبايلر نشوف شلون صار. خلنا نرجع الداتا مالتنا القبلية، بس لأن الداتا بارزة عندنا خلنا نجرب على هالداتا. بنسوي بعدين نفس الداتا اللي في السؤال، بس عشان لأن الحين بنغير الميثود مرة ثانية فمو مشكلة. خلنا نشيك. فشنو قلنا؟ قلنا لست اول، وهني شنو بنخليه؟ بنخليه 20. خلينا نحط مكانه مثلا رقم مميز، خلينا نقول 8 8، او خلينا نقول 8 7 8 عشان نصيده يعني بسرعة. نشغل البرنامج نشوف اذا في اخطاء او لا. مثل ما شفتوا شنو صار، مكان 20 اتغير الى اللي شو اسمه 8 7 8. زين، متى بيصير فولس؟ في حالة القيمة مو موجودة، مثلا قلنا 0. زين، مفترض يعطيني فولس لان هاي الرقم مو موجود، اعطاني فولس ولا استتمت نفس ما هي. زين، الحين خلنا نغير الداتا الى الداتا المطلوبة. زين، خلينا بالضبط نفس الداتا اللي موجودة، وهني بعد نفس الشيء نقول 15 و200. زين، الحين خلنا نعدل الميثود بهالطريقة. أنا برأيي أنا شنو؟ أنا ابتدوا إذا قال لكم سؤال don't call، أول شيء ابتدوا بالميثودات اللي تتوقعون أن ممكن استدعيها. إذا عرفتوا الميثود زين وقدرتوا تستدعون، بي في بالكم شلون تكتبون الكود. يعني مثلا الحين الست موضوعه كلش سهل. أنه شنو صاير؟ نأخذ الداتا. زين، يقول له the data، لأن الداتا أصلا ما أبغيها. I equal الداتا الجديدة اللي هي ساعات يعطيكم error إذا تخلون direct. فشو نسوون هني؟ نسوون له casting وتقولون له إيه. ساعات يصير هالمشكلة، يعني أعتقد سهل عليكم. يعني الست سواء كذا غيرناه او كذاك ما فرقت وايد، ف ديتا اسمه تعتدل عندنا. خلينا نشيك البرنامج الحين. مفترض مكان 15 يطلع لنا 200. زين، مثل ما تشوفون مكان 15 طلع لنا 200، يعني واعطانا ترو، يعني البرنامج مالنا صح. اوكي، فخلصنا هالسؤال.